كابتن احمد سامي. السلام عليكم يا كابتن احمد. ازيك يا استاذ ناصر؟ الله يخليك. ازي حضرتك يا كابتن احمد؟ كله تمام الحمد لله. وحقيقيك وتعودنا عليك في اذاعه الشباب والرياضه ودايما متالق. الله يخليك، متشكرين جدا. رؤيتك الفنيه يا كابتن، وبتتابعنا يعني الاف من الجماهير دلوقتي، الرؤيه الفنيه وكيف رايت المباراه؟ والسؤال اللي جاي بكثافه، الدقيقه 7 من الوقت الضايع، كيف راها الكابتن احمد؟ لان الناس الان على خط دفاع النادي الاهلي. بص، هو النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا من النواحي الهجوميه، تمام، ويمكن ال 45 دقيقه بتاعت ماتش الهلال، يعني 45 من جانب واحد من النادي الاهلي بتاعت الشوط الاول. انت سمعني كده؟ بتاعت الشوط الاول بقول لك. 45 دقيقه كان يعني وان سايد جيم من الجانب واحد من النادي الاهلي، ونادي الهلال ما كانش ليه اي رد فعل، استحواذ بالكامل في نص ملعب الهلال مع اخطاء كبيره جدا حتى في دفاعات الهلال. يعني الهلال كان بيدافع وبرضه في نفس الوقت عنده خلاصات كبيره، تمام، وحته ان قفشه يلعب رقم 8 قدام السوليه تحت وليد سليمان ورمضان صبحي والشحات وجايه، مديه تحركات لا مركزيه للفرقه، بتعمل خلل لاي دفاعات لاي فرقه الاهلي بيلعبها من الناحيه الهجوميه، تمام. لكن بيبقى في الاخر نادي الاهلي عنده مشكله في العمق الهجومي، وانا كنت بسمع كل الكلام بيتقال ان الاهلي بيدور على سترايكر او فيرويد. لا، الاهلي لازم حته العمق الهجومي اللي هم المساكين، عند الاهلي في مشكله كبيره جدا فيه من فتره، يعني سعد سمير قاعد على الدكه واحمد فتحي بيلعب، دي ما انا ما بحبها، يعني انا ما بحبزهاش. يعني طالما في سيرد باك عندك قاعد او مساك قاعد احتياطي يبقى انت ممكن تستغله. طب لو احمد فتحي يتعور بعد 10 دقائق مين اللي المفروض يلعب؟ استوقفك هنا يا كابتن احمد لحاجه انت قلتها عجبتني جدا من ماتش بني سويف. افتكر انك انت قلت انا عندي كلام كتير في ياسر ابراهيم، يبدو ان الراجل مش مقتنع بيه فنيا. ما من الوضع، لانه يعني طلعه بره السكور الماتش ده كمان. يعني طلعه بره، سعد سمير جاي من اصابه من فتره كبيره، وهو وبيلعب احمد فتحي اللي هو مش مكانه اصلا مساك فبيلعبه، فمن الوضع ان هو مش مقتنع بيه فنيا او يعني بشكل كبير يعني. لكن هو الوضع ايه؟ يعني سعد سمير انا حاطه في ال 18، يعني الراجل سليم. لو احمد فتحي يا استاذ عبد الناصر اتعور بعد 10 دقائق مين اللي هيلعب؟ سعد سمير، صح، الطبيعي ان سعد سمير. طب ما لعبه من الاول، طب ما هو غريب ان هو لاعب احمد فتحي في مكانه. يعني المشكله الكبيره برضو خلي بالك حته العمق الدفاعي، النادي الاهلي عنده متولي من سعد مشتري متعور، عنده سعد سمير راجع من اصابه بقاله كتير، ياسر ابراهيم الراجل شكله مش مقتنع بيه، ما فيش الا رامي ربيعه، ودي مشكله على المستوى الاعلى. يعني احنا بنتكلم على دوري المجموعات، دوري المجموعات النجم الساحلي مش على قدر مستوى الاهلي برضو، مع انه كسب الاهلي الماتش اللي فات بالتحكيم، لكن انا بكلمك وبرضه مش بالتحكيم بس، يعني برضه فايلر عمل بعض الحاجات اللي انا مش عاجباني كمدرب، يعني ان هو كان بيلعب رمضان صبحي ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال، وانت شفت النهارده لما لعب كل واحد في مكانه اللي هو بيجيد فيه كانوا عاملين ازاي، كل واحد جاب جول. يعني رمضان صبحي لعب ناحيه الشمال النهارده مع الهلال وحسين شحات ناحيه اليمين، هو خطر على الجول، كان بيورثوا المساحات اللي ورا جاي. لما لعب نجم قدام النجم الساحلي بغض النظر ما كانش لينا تواجد هجومي كبير مع النجم الساحلي. فانا كل اللي انا قلقان منه في المستوى الاعلى بعد دوري المجموعات مع الفرق بقى في الماتشات الاقصائيه ممكن يحصل مشكله، يكون يحصل مشكله لو العمق الدفاع عند النادي الاهلي بالمنظر ده. مش معقول النادي الاهلي بالحجم ده يبقى الشناوي اللي بيلعب قدامه كل ماتش اتنين شكل. طيب استاذنك يا كابتن احمد، الاهلي بقي له 3، الاهلي ايد بالامس سعد سمير وصل ل 27، اعد له 3 مع لغايه اخر يناير، بما تنصح الناس بتتكلم في عوده احمد حجازي، بما تنصح عينك رايحه لمين ممكن يستفيد منه الاهلي في المكان ده وتقول لازم يجي وبسرعه؟ لعيب دولي مساك، ولاعيب دولي مساك بغض النظر، ولعيب دولي ممكن يكون محترف، ممكن يكون لعيب دولي من مصر، بس يكون لعيب دولي. النادي الاهلي محتاج لعيب دولي في المكان ده اكتر من اللي هو محتاج راس حربه. يعني كل الناس بتقول عايز راس حربه، لا انا محتاجه قوي دفاعاتي.
يعني انت مطمئن لنص الملعب خصوصا بعد تألق السلية بهذا الشكل قدامه في مركز 8؟ افشا عامل شغل اكثر من هايل وتوزيعاته قاتلة، لكن مازال العمق عامل لك قلق. لا لا طبعا، هو المشكلة الكبيرة في نادي الاهلي كل الخطوط كويسه من الجول لغايه قدام ما عدا العمق الدفاعي سد باكين، في مشكله كبيره. اتفرج على جول الهلال النهارده يا استاذ عبد الناصر. لا والكابتن احمد بعد اذنك وعذرا للمقاطعه، الكوره الانفرادي اللي قبل الجول ماشي، بس الجول بيبين مدى المشكله الكبيره. صح، المشكله الكبيره اللي في العمق، في مشكله كبيره جدا، وحته المناطق اللي هي اللي فيها ريسك اللي هي مناطق السيرد باك لازم يبقى في لعيبه تلعب جنب بعض فتره كبيره، كل ماتش بيتلعب اتنين شكل مع بعض، ودي مشكله، دي محتاجه ثبات في الحته دي. انا عجبني في حاجه انكم انتوا كابناء النادي الاهلي بصرف النظر انك انت محلل رائع وبتحلل لكل الانديه بشكل فير وشكل محترم، لكن عجبني ان في الوقت اللي الجماهير بتهتف لفايلر انت عينك على الاهلي في اعلى نقطه في هذه البطوله. والله بص يا سيدي، شغلتي وانا مدرب اصلا يعني في النواحي التكتيكيه دي يعني الحمد لله يعني انا كويس فيها الحمد لله. فيعني انا كل كلامي لما بتكلم على الاخطاء انا بتكلم على اخطاء من وجهه نظري، ممكن تكون الناس لا بالعكس، كل الرسائل اللي جايه وانت معانا في اللايف يعني الاستاذ عصام البحيري المنسق العام لمجموعه قنوات الكاس بيقول لك كلام الكابتن احمد سامي اكثر من رائع، وده فعلا مشكله عندنا ولابد من معالجتها. الناس كلها بتثني على كلام حضرتك يا كابتن احمد. الله يخليك شكرين جدا عصام. يعني لابد من الاهلي ان يعالج هذا بشكل عاجل. بالظبط، يعني انا حتى نص الملعب انا مش قلقان عليه بعد اصابه حمدي فتحي، بس يعني انا يعني ديانج جاي في الطريق، بس طبعا الطريقه اللي بيلعب بيها فايلر والسيستم اللي حاطه من النواحي الهجوميه كويس قوي، لكن بيبقى برضه قلقان من النواحي الدفاعيه. لكن لا، النادي الاهلي على المستوى البطوله لما شفنا كل الفرق الترجي والرجاء والوداد لما انا اتفرجت عليهم، انا شايف ان الاهلي ان شاء الله فرصته كويسه جدا ان مستواه يأهله انه يوصل للنهائي. يعني وكمان برضو الترجي فرقه كويسه جدا وبرضو مؤهله انها توصل للنهائي. بس شايف ان الاهلي مفيش قلق عليه في الوصول لما بعد دور المجموعات؟ لا لا ان شاء الله باذن الله يقدر بنتيجه اصرار اللعيبه ونتيجه برضو طبعا تدارك بعض الاخطاء. يعني انا فايلر عاجبني، يعني مثلا في ماتش نجم الساحلي كان في مشكله ان هو لعب رمضان صبحي ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال، ما تدارك الخطا ده في الماتش ده ورجعهم تاني مكانهم اللي كانوا بيلعبوه ايام في الفتره بتاعت الدوري اللي احنا جبنا في اربع، اللي الاهلي جاب في اربع ماتشات حوالي 14 15 جول 15 هدف. فدي ماديه افضليه لنادي الاهلي من الناحيه الهجوميه، اللي رمضان يلعب ناحيه الشمال وحسين يلعب ناحيه اليمين. طيب يعني بعض الاخطاء هي ما هو مازال برضو الخطا الوحيد اللي موجود في دفاعات الاهلي ان احمد فتحي بيلعب في كذا مركز، ودي بتفقدك بعض النواحي التنظيميه في خط الضغط. طيب ما ينفعك تكون معايا ومسالك سؤال مهم جدا يا كابتن، ضغط المباريات شايف ممكن يكون عامل للراجل مشكله في معالجه هذه الجزئيه، ولا لابد ان يتعامل مع الواقع ويتكلم مع الاداره في انه يسد الثغره بتاعت العمق؟ لا، الثغره بتاعت العمق مش يعني حته ضغط الماتشات، الاهلي متعود على كده وعنده 30 لعيب كلهم لعيبه كلهم كلاس ايه، يعني لعيبه كلهم هايله، لكن في حاجه اسمها اولويات. انا ممكن العب ماتش في الدوري ماتش الدوري في واحد ما بيلعبش من نواحي الدفاعيه، عشان ماتش في افريقيا ممكن العب واحد تاني، ده عادي في النادي الاهلي، وانت شايف النادي الاهلي فارق في الدوري قوي عن بقيه الفرق. فانا بالنسبه لي انا شايف ان حته الروتيشن اللي فايلر بيعملها هو يعني ايه اجاد فيها بصراحه الفتره من اول ما مسك، حته الروتيشن وتبادل المراكز على حسب اهميه الماتش. لكن انا في نفس الوقت انا بتكلم على انديفيدوال، اللعيب نفسه المستوى الفني بتاع العمق الدفاع بتاع الاهلي لا مش في مستوى جميع الخطوط. اشكرك كابتن احمد سامي على هذا الايضاح، وشكرا لوقتك معانا، وان شاء الله باذن الله نكلمك كده دايما، وبشكرك لسعه صدرك واستجابتك انك تكون معانا في اللايف مع كل جماهيرنا ومحبينا. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. بس انا عايز اقول حاجه يا جماعه،
ويا رب يرد علي. اجرب كده عشوائي ان صاحب السبق والانفراد في موضوع ان الراجل سيعاني في منطقة العمق لعدم قناعته بياسر ابراهيم، ولا بد ان الاهلي يعجل بانه يجيب احمد حجازي او من هو على شكلته، كان الكابتن ضياء السيد. يعني احنا انا يعني ما بفهمش في فنية الكرة قوي، عشان كده استدعيت ناس مهمة جدا، لان احنا بنبص على الاهلي في النهائي، بنبص على الاهلي يشيل الكاس، بنبص الى ما بعد دور المجموعات، ما بنبصش على الاهلي انه يصعد في دور المجموعات، لان بفضل الله بشهادة الجميع ان الاهلي يستطيع ويقدر وهو الافضل، زي ما قال الكابتن احمد سامي هو الافضل في مجموعته. راجل بيقول بعد ما اتفرجت على الكل، رغم فوز النجم الاهلي افضل، رغم فوز النجم في المباراه الاولى خطا وحيد. كمان عجبني جدا انه الراجل بيسمع الكلام وبيتدارك اخطائه، وده مهم جدا في ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات.